فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هتكلم معاكم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الخاص بينا هتلاقوا عليه فرص كتيرة جدا، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نتعرف بقى النهاردة على الفرصة اللي معانا ونعرف التفاصيل الكاملة الخاصة بيها. بالنسبة لفرصة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية ممولة بالكامل في السعودية، تمام؟ والمنحة دي ممولة بالكامل فيها راتب شهري ودراسة وغيره من المميزات. طيب بالنسبة للتفاصيل قلنا الدراسة هتكون في دولة المملكة العربية السعودية. بالنسبة للجهة اللي مقدمة المنحة دي هيتم الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز، ودي على فكرة من أحسن وأفضل الجامعات في السعودية وكمان حول العالم، ولها ترتيب عالمي كويس جدا، وبيدرس فيها كمان عدد طلاب من مختلف الدول، عدد كبير من طلاب من مختلف الدول. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني متاح لجميع المراحل الدراسية، عايز تدرس بكالوريوس متاح، ماجستير متاح، دكتوراه متاح، لو انت في اخر سنة من الثانوية العامة ممكن تدرس بكالوريوس متاح، لو اخر سنة من بكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح، لو اخر سنة من ماجستير وعايز تدرس دكتوراه برضو متاح، تمام؟ طيب بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي، الطالب في المنحة دي بيتمتع بجميع المزايا التي يقدمها أو التي تقدمها الجامعة لطلابها من الأنشطة الرياضية والرحلات الجامعية وغيرها. كمان هيتم تقديم وجبات طعام مدعومة هيكون ليك، دي من ضمن التمويل. كمان السكن الملائم والرعاية والإرشاد العلمي والاجتماعي والثقافي المناسب أثناء الإقامة في السعودية. كمان تذاكر ذهاب فقط في للطالب في نهاية كل عام دراسي حسب الوصول، يعني انت هتاخد تذاكر الطيران شهريا، هتاخد تذاكر الطيران عفوا لأول مرة لما تيجي طالع من بلدك، تمام؟ ولما تخلص الدراسة خالص. وكمان في حاجة ان انت في نصف الدراسة او اخر كل سنة دراسية، تمام، اخر كل عام دراسي هيكون ليك تذكرة ذهاب وعودة، تمام، بتقدر انك تروح لبلدك وتقضي الاجازة مع اسرتك، ودي حاجة برضو ممتازة ما بتلاقيهاش في منح كتير. كمان متوفر راتب شهري ده بيوفره للطالب اللي هو 900 ريال سعودي بيتم توفيره للطالب من حيث اي احتياجات شخصية اخرى. كمان بيكون في راتب شهرين عند الوصول كبدل تحضير، لما بتوصل في البداية بيديك زي مكافأة مالية، تمام، عشان تنظم بيهم برضو نفسك لما توصل او يعني اقامتك المبدئية في السعودية، تمام. طيب كمان هيكون في بدل تمييز للمتفوقين، الناس اللي هتكون متفوقة في دراستها وبتجيب تقديرات كويسة هيكون ليهم كمان زي مكافآت تحفيزية. كمان هيكون في للكتب هيدوك راتب 3 أشهر، يعني 900 ريال سعودي دول اضربها في 3 هيكون ده الراتب بتاعك عشان تستخدمها في شحن الكتب سنويا او تستلام الكتب وما الى ذلك، تمام، محتاج تصوير اوراق كتب ما الى ذلك، كل ده هيتم توفيره ليك عن طريق الراتب ده. كمان الاستفادة من المرافق الرياضية بالجامعة تقدر تستفيد منها، كمان مرافق الرعاية الصحية للطالب في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث هتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة، تمام. طيب شروط التقديم بسيطة جدا، ان الطالب يقدم من خلال موقع الجامعة اللي هي بوابة المنح الدراسية التقديم اونلاين. كمان هم يتم التحقق من صحة المعلومات، يعني تتأكد انك كتبت المعلومات بنجاح، وبعد لما تحصل على القبول بتروح لأقرب سفارة ليك للمملكة العربية السعودية وبتعمل تأشيرة الدخول للمملكة، تمام؟ طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، جميع التخصصات متاحة بنسبة 90%، تخصصات كتيرة جدا أو يعني أغلب التخصصات الموجودة في العالم متاحة فيها بنسبة 90%، حيث أنها تشمل تخصصات طبية هندسية، تخصصات علمية وأدبية، حقوق، تجارة وغيره من التخصصات. بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، أول حاجة بتملأ أبليكيشن المنحة بشكل كويس، تمام، مطلوب صورة جواز سفر بتاعتك، مطلوب السيرة الذاتية، مطلوب شهادة آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، تمام، ولو عندك بقى أي شهادات إضافية وما إلى ذلك بتضيفها.
وبالنسبة لو انت في اخر سنة من المؤهل الحالي بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، يعني لو انت في اخر سنة ثانوية عامة عايز تدرس بكالوريوس بتجيب شهادة التانية ثانوي لحين التخرج، تمام؟ طيب بالنسبة لاخر ميعاد للتقديم في المنحة دي، التقديم مفتوح الان، هو مفيش ديدلاين، ولكن بيتم مراجعة الطلبات على حسب يعني الفصل الدراسي اللي انت ناوي تبدأ فيه، تمام؟ طيب فاخر ميعاد مفتوح دلوقتي وتقدر تقدم في المنحة من غير اي مشكلة. عندنا بعض الملاحظات هنا، طبعا قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها، ان اللي عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح، كمان خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي وخدمة التقديم على الكورسات، تمام؟ ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان اسفل المقالة دي، ورابط خدماتنا موجود هنا، تمام؟ بتملى الخدمة اللي انت محتاجها وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحة والتقديم. تيجي تضغط على الاعلان الرسمي ده، تمام؟ عشان يفتح معاك التفاصيل الخاصة بالمنحة، وهيفتح معانا دلوقتي الصفحة الكاملة للمنحة، سواء انت عايز تقدم بقى بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، هيفتح معاك بصفة عامة، تمام؟ هتلاقي بيفتح عندك هنا اول جزئيه، ده الاندر جراديويت البكالوريوس، تمام؟ الجراديويت بروجرامز اللي هو الماجستير او الدكتوراه. طيب انا اختار الاندر جراديويت، اضغط على كلمه ابلاي ناو، اللي انا عايز اقدم على الباشلر ديجري او الاندر جراديويت، تمام؟ وهيفتح معاك لو انت عايز دكتوراه او ماجستير من الجزء اللي احنا قلنا عليه جراديويت بروجرامز، لازم تبقى عارف انت هتقدم على ايه بالظبط. فهيفتح معانا الصفحه، هتلاقوا في هنا بيقول لك ايه التخصصات المتاحه، دي اول حاجه، تمام؟ وبتروح هنا لاخر جزء ده وبتضغط على كلمه ابلينا ومره تانية، تمام؟ هيفتح معاك برضو صفحه اضافيه، الصفحه دي بيكون فيها اكسترنال سكولارشيب اللي هي المنحه المقدمه، وخلي بالك في هنا شرط اضافي لازم تبقى واخد بالك منه، ان لو انت بتقدم على البكالوريوس لازم سنك يكون ما بين 17 ل 25 سنه، تمام؟ سنك للبكالوريوس ما يتعداش ال 25 سنه، وبالنسبه للماجستير والدكتوراه ما يتعداش ال 35، تمام؟ طيب بتروح بعد كده تعمل كرييت يور اكونت، تضغط عليها، تمام؟ عشان تعمل اكونت جديد على موقع المنحه، فبتحط الايميل بتاعك هنا وبعدين بتضغط على كلمه ريجستر وبتسجل الاكونت، وبيجي لك على الايميل بتاعك يوزر نيم وباسورد، بتاخد اليوزر نيم والباسورد اللي بيجي لك على الايميل بتاعك وبتروح تضغط على كلمه لوجن دي هنا، بتحط الايميل، بتحط اليوزر اكونت هنا وبتحط الباسورد، وبعدين بتضغط على كلمه لوجن. لما بتضغط على كلمه لوجن بيفتح معاك الابلكيشن بهذا الشكل. طيب ده الابلكيشن، اول صفحه عندنا حاجه اسمها البيرسونال داتا، معلوماتك الشخصيه، بتحط بقى فيها اسمك، اسم العائله، الجنسيه بتاعتك، رقم جواز السفر، بينتهي امتى جواز السفر، تاريخ الميلاد، دوله الميلاد، الجندر بتاعك، عنوان الاقامه الحالي، دوله الاقامه، كل ده بتحطه، تمام؟ وهنا بتروح على الجزء الثاني اللي هو education، تمام؟ اللي هي الخلفيه التعليميه الحاليه او السابقه بتاعتك. وهنا بتلاقي عندك الاول بتختار الكليه، تمام؟ بشكل عام، وبعدين هتلاقي عندك كليات كتيره جدا هنا، وبعدين بتروح بقى للميجور، التخصص اللي هو الرئيسي، تمام؟ بعد لما بتختار الكليه، وهنا بقى بتحط معلومات المدرسه الثانويه بتاعتك، وسواء انت بقى اتخرجت ولا لسه بتدرس ولا لسه، مستواك في اللغه الانجليزيه ايه، بتحط برده مستواك، تمام؟ وبعدين بتروح على كلمه سيرفي او البيج 3 اللي هي سيرفي، تمام؟ دي زي بعض الاسئله كده، بيسألك هل انت بتتكلم اللغة الانجليزية ولا لا، مستواك في اللغة العربية، هل انت نيتيف فيها وادفانسد، ليه عايز ان انت يعني ايه اللي انت ناوي تعمله بعد لما تكمل دراستك. هتلاقي هنا بعض الاسئلة المقالية، حاول تجاوب على كل سؤال على حدة بطريقة منسقة، تمام؟ بعدين بتروح على الجزء اللي بعده اتاتش فايل او اتاتش فايلز، تمام؟ ده اللي بتضيف فيه الاوراق بتاعتك. اول حاجه باسبورت كوبي، بتحط نسخه من الوثيقه بتاعتك، وبعدين شهاده التخرج، تمام؟ شهاده التخرج، او لو انت في السنه الدراسيه الاخيره بتجيب شهاده قيد، تمام؟ تحطها بدل جرادويشن سيرتيفيكيت. وفي الترانسكريبت لو انت اتخرجت بتحط كشف الدرجات، لو انت لسه ما اتخرجتش بتجيب شهاده كشف الدرجات السنه اللي قبلها. على سبيل المثال لو انت في ثالثه ثانوي حاليا بتجيب شهاده الثانيه ثانوي كشف الدرجات بتاعها، تمام؟ وهنا بتحط السي في بتاعك، تحط صوره شخصيه ليك، شهاده اللغه اختياريه مش الزاميه، ولو عندك بقى اي اوراق اضافيه، كورسات، تطوعات بتضيفها، تمام؟ ويبقى انت كده كملت الاوراق او كملت الابلكيشن. بعدين بتروح للكونفيرميشن اللي هو التاكيد، خلاص بتتاكد من كل المعلومات اللي انت كتبتها انها صحيحه. طبعا انا بيطلع لي هنا فاضي لان انا ما مليتش المعلومات،
انما هيطلع لك كل الحاجات اللي انت مليتها هنا، وده الريكوست نمبر بتاعك تمام. وبعدين خلاص كونفيرميشن، بتلاقي بعد لما بتكون المعلومات مليانه بتلاقي زر اسمه سبميت هنا، بتضغط عليه وكده يبقى انت مليت الابلكيشن بتاعك بنجاح تمام. طيب وهنا بس لو انت عايز تغير الباسورد، وهنا لو انت عايز تطلع من الابلكيشن، وده الابلكيشن تحاول تعمله بشكل احترافي وبشكل منسق عشان يكون ان شاء الله حظك كبير وفرصتك كبيره في القبول. فكده بشرحنا كل تفاصيل منحه، منحه ممتازه جدا موجهه لجميع المراحل. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه المساعده في التقديم بشكل احترافي، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.